غزاله مؤسس ورئيس مجموعه طلال ابو غزاله عطوفه الاستاذه نرمين النابلسي الرئيس التنفيذي لمبادره التعليم الاردنيه الحضور الكرام اسعد الله صباحكم ارحب بكم هنا في ملتقى طلال ابو غزاله المعرفي في مقر جامعة طلال أبو غزالة للتوقيع على مذكرة تفاهم بين مبادرة التعليم الأردنية وشركة طلال أبو غزالة وشركائها الدولية بهدف استقبال متدربي برنامج فرصتي للتميز وتهيئتهم لسوق العمل. هذه المبادرة التي أطلقتها جلالة الملكة رانيا العبدالله والتي تهدف إلى تأهيل خريجي قطاع تقنية المعلومات وتوفير فرص تدريب عملي لهم، وتأتي مشاركة المجموعة في هذه المبادرة لدعم الخريجين، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتنا الاجتماعية وإيماناً منا بأهمية تقنية المعلومات والاتصالات في صنع المعرفة. والآن تسعدني دعوة عطوفة الأستاذة نرمين النابلسي الرئيس التنفيذي لمبادرة التعليم الأردنية لإلقاء كلمة في هذه المناسبة. صباح الخير جميعا. احنا ما بدنا نطيل عليكم في الكلمات، ولكن يعني قبل ما أقرأ هالكم كلمة اللي حطيتها بحب ويشرفني يعني أن أكرر شكري لاستضافة هذا العدد من برنامج فرصتي للتميز لدى هذا الصرح العظيم الذي يرأسه الدكتور طلال أبو غزالي. من حيث المبدأ يعني نحن يشرفنا أنه حقيقة أن يكون عندنا هذا العدد من الطلاب يتدربون لديكم، ونأمل في المستقبل أن يكون العدد أيضا يتناسب مع إمكانيات فرص العمل. وأنا محتاج الكلمة مرام. It's not opening. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة الدكتور طلال أبو غزالة، سيد مصطفى ناصر الدين، الأخوة الزملاء في مؤسسات طلال أبو غزالة وزملائي من برنامج فرصتي للتميز، أسعد الله صباحكم. حقيقة كلمتي تنبع من الاطلاع على رسالة ومبادئ مؤسسات طلال أبو غزالة و مبادرتنا اللي هي مبادرة التعليم الأردنية التي هي إحدى مبادرات جلالة الملكة رانيا العبدالله. والجميل والطريف بالاطلاع على مبادئ كلا المؤسستين، من الواضح التقاء رسالة مجموعة طلال أبو غزالة مع رسالة مبادرة التعليم الأردنية في استهدافها للمورد البشري وتركيزها على أهمية الجودة في إعداد وتأهيل هذا المورد البشري للمجتمع الاقتصاد المعرفي وما يصاحبه من تطور تكنولوجي ومعرفي، وتتجلى الغاية الأسمى من ذلك في الوصول للتنمية الحقيقية والمستدامة بكافة أنواعها وأشكالها. هذا التقاطع في رسالة مجموعة طلال أبو غزالة ومبادرة التعليم الأردنية حقيقة ينبثق من مرتكزات أي مجتمع منتج، إضافة إلى المسؤولية الوطنية تجاه الشباب والشباب الأردني خصيصا. وهذا التقاطع انبثق عن الجهود الآن لتوقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة والمبادرة، وإن كنا باشرنا في المشروع من بداية الشهر وكانت يعني التجاوب مع مشروعنا. يعني دكتور طلال، أنا إلي الآن 8 أشهر في هذه المبادرة، ولما زرت حضرتك ما كانش إلي أسبوعين والتزمت معي في تدريب 50 من طلاب هذا البرنامج، وكنت أول من تواصل معنا وتجاوب معنا في هذا البرنامج. ولا بد أن أشير في هذا المجال ل يعني هذه اللفتة الرائعة من دعمك للشباب الأردني في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتعليم ومبادرات جلالة الملكة، فنكرر الشكر في هذا المجال. المذكرة التفاهم هي في إطار برنامج فرصتي للتميز، لن أطيل وأن أشرح لكم البرنامج، الجميع بالصورة مما هو البرنامج والذي صمم وينفذ من قبل المبادرة مستهدفا خريجين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من كافة الجامعات الأردنية الخاصة والعامة. هذه المذكرة التفاهم تتمحور حول التدريب العملي في مواقع العمل لدى
دوائر تقنية المعلومات المختلفة في مجموعة طلال أبو غزالة، مما شأنه تعزيز مهاراتهم التشغيلية التي هي تهدف إلها هذه المرحلة من هذا البرنامج. يسعدني ختاما باسم فريق العمل في مبادرة التعليم أن أعرب مرة ثانية عن سعادتنا بهذه البداية الطيبة، وشكرنا لسعادة الدكتور طلال أبو غزالة شخصيا والعاملين في شركات المجموعة. الحقيقة تفانوا في خدمتنا ومساعدتنا في هذا البرنامج، وأشكرهم حتى على التدريب الذي يقدموه أيضا لشبابنا، ليس فقط في مجال تدريب التشغيل العملي وإنما في إلقاء المحاضرات المفيدة في مجال العمل الذي يتدرب عليه وما يقدموه لدعم انطلاقة هؤلاء الشباب نحو المستقبل. وكلنا أمل أن يتم تعيينهم بحيث تكون انطلاقتهم المهنية في هذا الصرح المتميز، يعني نأمل أن يكون هناك نسبة من التعيين في مؤسساتكم ودوائركم المختلفة. وأخيرا نقول مع شركائنا وبهم تستطيع المبادرة تحويل التحديات التي تواجه الشباب إلى فرص لهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. أشكر عطوفة الأستاذة نيرمين على هذه الكلمة، ويشرفني دعوة سعادة الدكتور طلال أبو غزالة للتحدث إليكم. صباح الخير. أنا بحبش أحكي من البوديوم، يعني مش بخاف من اللقاءات العامة، فمعلش إذا كنت مرتبك ما تتضايقوا مني، لأنه مش متعود على الإعلام. وين أبو الإعلام عندنا طلال بيك؟ وين طلال بيك؟ أنت هناك، أنا بحب أشوفك دائما. فأنا مش جاي الخطاب، جاي أولا هنا لأرحب فيكم في هذه المؤسسة التي تفخر بأنها ومقرها الأردن استطاعت في كثير من مجالاتها أن تصبح رقم واحد دوليا، مش عم نحكي على مستوى الأردن ولا على مستوى المنطقة، على مستوى العالم. يعني أن أكون رقم واحد في العالم في مجالات كثيرة من نشاطاتنا شيء يسعد النفس لواحد ختيار مثلي بعد مسيرة طويلة في هذا العمل، فالحمد لله. فباسم هذه المؤسسة الوطنية العربية أرحب بكم. أنا أبنائي اللي تدربوا معنا بحب إنه يكون بعد كلمة الكلمة البروتوكولية اللي بده يلقيها الطالب، بدي أدخل معكم بحوار، بدي أسمع منكم شو ملاحظاتكم وشو انتقاداتكم بالذات، لأنه كما قالت الزميلة والشريكة الأستاذة نرمين نابلسي، كما قالت إحنا في هذا المشروع بدينا دون أي اتفاق مسبق ولا كان في برنامج واضح كيف بدنا نتعاون. عندكم برنامج، وأشيد وأرجو أن تنقلي إلى سيدتي صاحبة الجلالة إعجابي وتقديري لهذه المبادرة التي نحن اليوم في الأحد لقاءاتها، لأنها تسير على الطريق الصحيح في تأهيل خريجينا للعمل، وقريبا راح نطلق مع وزير